بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ أرجو كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. طب هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ أرجو كتابة كلمة ظاهرة إذا كانت الشرائح ظاهرة على الشاشة. هل الشرائح ظاهرة؟ إذن الصوت واضح والشرائح ظاهرة. سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف نتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء إن شاء الله تعالى. سوف نقبل في هذا اللقاء الأخير حل التكليفات الذاتية. وصلنا في اللقاء يوم أمس إلى التكليف رقم 6. التكليف رقم 6 المطلوب فيه كما هو مبين في الشريحة: أكمل الفراغات في جدول المنفعة التالي، علما بأن سعر السلعة X 1 ريال وسعر السلعة Y 2 ريال. الفراغات في الجدول هي الأرقام الموجود تحتها خط ولونها أحمر، يعني الفراغات هي العمود رقم 3 والعمود رقم 4 والعمود رقم 7 و8. نبدأ في إكمال الفراغات في العمود رقم 3 في الجدول. احنا قلنا انه دائما عند الكمية 1، عندما تكون الكمية 1 في العمود رقم 1 من الكمية 1، دائما المنفعة الكلية هي نفس المنفعة الحدية. يعني عند الكمية 1 تيو اكس هي نفس الميو اكس، هذه قاعدة اخذناها في السابق. دائما المنفعة الكلية تساوي المنفعة الحدية عند الكمية 1. هنا لاحظوا الكمية 1 معناه التيو اكس 21 والميو اكس 21. الان كيف اوجدنا ال 18؟ عن طريق القانون اللي موجود على يسار الشريحة: تيو 2 ناقص تيو 1 على كيو 2 ناقص كيو 1، يعني 39 ناقص 21 على 2 ناقص 1 بطلع الجواب 18. اللي بعديها كيف اوجدنا الرقم 15؟ 54 ناقص 39 تقسيم 3 ناقص 2 بطلع الجواب 15، يعني نطرح الرقم الثاني من الرقم الاول. 66 ناقص 54 تقسيم 4 ناقص 3 بطلع الجواب 12. 9 كيف اوجدنا الرقم 9؟ 75 ناقص 66 تقسيم 5 ناقص 4 بطلع الجواب 9. كيف اوجدنا الرقم 6؟ 81 ناقص 75 تقسيم 6 ناقص 5 بطلع الجواب 6. ننتقل الى العمود رقم 4. نقسم الميو اكس على البي اكس، يعني نقسم هذا العمود، عمود الميو اكس، على سعر السلعة X. سعر السلعة X معطى في أعلى الجدول. سعر السلعة X 1 ريال، معناه بتظل نفس الأرقام، تبقى نفس الأرقام، لأنه أي شيء بنقسمه على 1 بيطلع نفس الرقم. 21 على 1 21، 18 على 1 18. يعني نقسم العمود رقم 3، العمود رقم 3 ميو X، نقسمه على سعر السلعة X. سعر السلعة X 1، سعر السلعة X معطى هيو في أعلى الجدول، سعر السلعة X BX 1. نقسم العمود الثالث على BX، والBX 1 معناه تبقى نفس الأرقام، لأنه أي شيء بنقسمه على 1 يبقى نفس الرقم. إذا 21 على 1 21، 18 على 1 18، 15 على 1 15، وهكذا. ننتقل إلى العمود رقم 7. لاحظوا عند الكمية 1، هنا الكمية 1 معناه التيو واي هو نفسه الميو واي، هذه قاعدة. عند الكمية 1 المنفعة الكلية هي نفس المنفعة الحدية، معناه المنفعة الكلية 132 معناه المنفعة الحدية للسلعة واي 132. ننتقل للعمود
الرقم 36. كيف أوجدناه؟ عن طريق القانون اللي موجود على يسار الشريحة، Q2 ناقص Q1 على Q2 ناقص Q1، هي عمود التيو. 168 ناقص 132 تقسيم 2 ناقص 1 بطلع 36. ننزل سطر، 200 ناقص 168 تقسيم 3 ناقص 2 بطلع الجواب 32. 228 ناقص 200 تقسيم 4 ناقص 3 بطلع الجواب 28. 252 ناقص 228 تقسيم 5 ناقص 4 بطلع الجواب 24. يعني تعويض مباشر في القانون اللي موجود على يسار الشريحة. طيب ننتقل إلى العمود الأخير. كيف أوجدنا العمود الأخير؟ العمود قبل الأخير نقسمه على سعر السلعة واي. سعر السلعة واي معطى 2 ريال. سعر السلعة واي معطى بالسؤال 2 ريال، معناه نقسم العمود هذا على سعر 2 ريال. 132 تقسيم السعر 2 ريال بطلع 66. 36 تقسيم 2 18. 32 تقسيم 2 16. 28 تقسيم 2 14. 24 تقسيم 2 12. 20 تقسيم 2 10. يعني نقسم هذا العمود قبل الأخير على السعر السلعة واي اللي هو 2 ريال فنجد العمود الأخير. طيب ما هو شرط توازن المستهلك في حالة استهلاك سلعة واحدة؟ هذا هو الشرط، منفعة الريال الواحد يساوي المنفعة الحدية للسلعة تقسيم ثمن السلعة. إذا بدنا نكتبه بالرموز بنقول MU تقسيم B، هذا شرط التوازن في حالة سلعة واحدة. طب ما هو شرط التوازن في حالة سلعتين X و Y؟ MU X تقسيم BX يساوي MU Y تقسيم BY. طب ما هو قانون أو معادلة قيد الميزانية أو معادلة خط الدخل؟ I تساوي BX في X زائد BY في Y، كل هذا أخذناه بالسابق، أخذناه في اللقاءات السابقة. طب ما هو شرط توازن المستهلك باستخدام منحنيات السواء؟ MRS للX وY اللي هو معدل الإحلال الحدي للسلعة X محل السلعة Y تساوي دلتا Y على دلتا X، وتساوي MU X على MU Y، وتساوي BX على BY. طيب هذه القوانين، بس ذكر للقوانين الذي أخذناها في اللقاءات السابقة. ننتقل الآن إلى تكليف رقم 7. إذا كانت المنفعة الكلية TU من استهلاك كوب من القهوة 21، والمنفعة الكلية من استهلاك كوبين من القهوة 39. إذا TU1 هي 21 وTU2 هي 39. إذا نطبق القانون، TU2 هي 39 وTU1 هي 21. 39 ناقص 21 تقسيم الكوب الثاني ناقص الكوب الأول بطلع الجواب 18. إذا نطرح المنفعة الكلية الثانية ناقص المنفعة الكلية الأولى. المنفعة الكلية الثانية 39 والمنفعة الكلية الأولى 21. إذا 39 ناقص 21 تقسيم الكوب الثاني ناقص الكوب الأول بطلع عندنا المنفعة الحدية 18. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 8. أكمل الفراغات في الجدول التالي والذي يمثل الإنتاج في الأجل القصير. لاحظوا الأرقام اللي موجود تحتها خط هي الأرقام الفارغة المطلوب تعبئة الفراغ فيها. لاحظوا هنا الرقم 5 معطى في العمود الأول، رقم 5 هنا معطى لونه أسود، الرقم 5 اللي لونه أسود هذا معطى. واحنا قلنا انه دائما في الاجل القصير، في الاجل القصير دائما الارض ورأس المال بيكونوا ثابتات، هذه قانون قاعدة. دائما في الاجل القصير بيكون رأس المال ثابت والارض ثابت. اذا هو معطينا الرقم 5 وهذا رأس المال، معناه رأس المال في الاجل القصير بيكون ثابت، معناه العمود كله نفس الرقم، العمود كله نفس الرقم لان رأس المال ثابت لا يتغير. يعني معطينا رقم في العمود 5
معناه العمود كله نفس الرقم، لأن رأس المال في الأجل القصير ثابت لا يتغير. ناتل إلى العمود الرابع. كيف نجد العمود الرابع؟ عن طريق القانون اللي موجود على يسار الشريحة، MBL تساوي دلتا كيو على دلتا إل، ويساوي كيو 2 ناقص كيو 1 على إل 2 ناقص إل 1. يعني نأخذ عمود لكيو، هذا هو عمود لكيو، نطرح الثاني من الأول. كيو 50 ناقص 0 تقسيم 1 ناقص 0 بطلع الجواب 50. لاحظوا أنه دائما الفرق في عدد العمال 1، الفرق في عدد العمال دائما 1، معناه إل 2 ناقص إل 1 دائما بطلع المقام 1، فمعناه ما إله تأثير، ممكن أكتفي بالبسط اللي هو كيو 2 ناقص كيو 1، هذا عمود لكيو. العمود الثالث هو عمود لكيو، معناه بطرح الرقم الثاني من الرقم الأول. 50 ناقص 0 50، 120 ناقص 50 70، 180 ناقص 120 60. نطرح الرقم الثاني من الرقم الأول في العمود الثالث. 220 ناقص 180 40، 250 ناقص 220 30، 270 ناقص 250 20، 280 ناقص 270 10، 280 ناقص 280 0، 270 ناقص 280 سالب 10. الآن العمود الخامس، كيف نجد العمود الخامس اللي هو الإنتاج المتوسط؟ عن طريق القانون اللي موجود على يسار الشريحة، ABL هو عبارة عن عمود الكيو تقسيم عمود الإل، كيو على إل، يعني العمود الكيو اللي هو العمود الثالث تقسيم العمود الثاني. كيف نجد العمود الخامس؟ كيو عمود الكيو اللي هو العمود الثالث تقسيم عمود ال اللي هو العمود الثاني. اذا العمود الخامس رقم 5 الانتاج المتوسط نجده عن طريق كيو على ال، القانون كيو على ال، كيو هي العمود الثالث تقسيم ال اللي هي العمود الثاني. اذا اول واحدة صفر على صفر لا شيء، ننتقل الى اللي بعديها. 50 تقسيم 1 50، 120 تقسيم 2 60، 180 تقسيم 3 60، 220 تقسيم 4 55، 250 تقسيم 5 50، 270 تقسيم 6 45، 280 تقسيم 7 40، 280 تقسيم 8 35، 270 تقسيم 9 30. إذا نقسم على العمود الثالث على العمود الثاني فنحصل على العمود رقم 5 تكليف رقم 9. إذا زاد عدد العمال من 6 عمال إلى 7 عمال وزاد الناتج الكلي من 270 إلى 300 طن، احسب الناتج الحدي للعامل السابق. إذا نطرح الكمية الثانية من الكمية الأولى، تقسيم عدد العمال 7 ناقص عدد العمال 6. إذا 300 ناقص، نطبق القانون MBL يساوي Q2 ناقص Q1 على L2 ناقص L1. Q2 300 ناقص Q1 270 تقسيم L2 7 ناقص L1 6. إذا 300 ناقص 270 تقسيم 7 ناقص 6 بطلع الجواب 30. تكليف رقم 10، إذا زاد عدد العمال المستخدمين 9 عمال، إذا كان عدد العمال المستخدمين 9 عمال والناتج الكلي 360، احسب الناتج المتوسط. إذا نطبق قانون المطلوب اللي هو الناتج المتوسط، ABL يساوي Q على L، الكيو 360 والL 9، 360 على 9 بطلع الجواب 40. ننتقل إلى التكليف رقم 11، أكمل الفراغات في الجدول والذي يمثل الإنتاج والتكاليف في الأجل القصير. نأتي إلى العمود رقم 2، العمود رقم 2 هو التكلفة الثابتة، معطى هنا 1000، اللي بالأسود هنا معطى 1000، معناه العمود كله 1000. إذا معطى رقم في العمود رقم 2 1000 اللي هو لونه أسود، معناه كل العمود 1000. لماذا؟ لأنه الإفسي هي تكلفة ثابتة،
اف سي هي تكلفة ثابتة لا تتغير، معناه العمود كله نفس الرقم. ننتقل الآن إلى العمود رقم 3. العمود رقم 3 كيف أوجدنا الصفر؟ احنا عندنا قاعدة، لما تكون الكيو صفر البي سي تكون صفر. إذا لما تكون الكيو صفر، هاي العمود الأول الكيو صفر، معناها البي سي صفر، يعني نستخدم القانون الأول اللي موجود في أسفل الشريحة. إذا كانت الكيو صفر فإن البي سي تساوي صفر. هاي عندنا الكيو صفر، معناها البي سي هنا صفر. الآن كيف نوجد العمود الرقم 4؟ العمود رقم 2 زائد العمود رقم 3 يعطينا العمود رقم 4 حسب القانون رقم 2. القانون رقم 2 التي سي تساوي الاف سي، الاف سي اللي هو العمود رقم 2 زائد بي سي اللي هو العمود رقم 3. إذا كيف نجد العمود رقم 4؟ نجمع العمود رقم 2 زائد العمود رقم 3. 1000 زائد 0 1000، 1000 زائد 100 1100، 1000 زائد 160 1160. طب لو كان معطينا ال 1160 بنقول 1160 ناقص 1000 بعطينا 160. طيب 1000 زائد 210 1210، 1000 زائد 260 1260، 1000 زائد 300 1300، 1000 زائد 360 1360، 1000 زائد 455 1455. هنا معطينا 1560 ومعطينا ال 1000، بنقول 1560 ناقص 1000 بعطينا 560، لأنه مجموع هذول مجموع العمود الثاني زائد الثالث بعطينا الرابع. 1560 ناقص 1000 بعطينا 560، إذا 1000 زائد 560 1560. نفس الشيء هنا 1720 ناقص 1000 بطلع 720، 1000 زائد 900 1900، 1000 زائد 1090 2090. إذا العمود الثاني زائد العمود الثالث بعطينا العمود الرابع. طب لو كان معطينا العمود الرابع كيف نوجد العمود الثالث؟ بنقول العمود الرابع ناقص العمود الثاني بطلع العمود الثالث. ننتقل الآن إلى العمود 5 اللي هو الـ AFC، نجده عن طريق القانون رقم 3. AFC عبارة عن الـ FC على الـ Q. الـ FC يعني العمود الثاني تقسيم العمود الأول. كيف نجد العمود الخامس؟ كيف نجد العمود رقم 5؟ نقسم العمود رقم 2 على العمود رقم 1. 1000 تقسيم 0 ما لا نهاية، 1000 تقسيم 1 1000، 1000 تقسيم 2 500، وهكذا. إذا كيف نجد العمود رقم 5؟ عن طريق قسمة العمود رقم 2 على العمود رقم 1. ننتقل الآن إلى العمود رقم 6. كيف نجد العمود رقم 6؟ عن طريق القانون رقم 4 اللي موجود في أسفل الشريحة. ABC يساوي BC على الQ. البي سي هي العمود رقم 3 والكيو العمود رقم 1. معناه كيف نجد العمود رقم 6؟ نقسم العمود 3 اللي هو بي سي على العمود الاول اللي هو كيو. صفر على صفر لا شيء، 100 على 1 100، 160 على 2 80، 210 على 3 70، وهكذا. إذا كيف نجد العمود رقم 6؟ حسب القانون رقم 4 نقسم العمود رقم 3 VC على العمود رقم 1 Q. ننتقل إلى العمود رقم 7. كيف نجد العمود رقم 7؟ إما عن طريق جمع العمود رقم 5 مع العمود رقم 6. نجمع العمود رقم 5 زائد العمود رقم 6 حتى نجد العمود رقم 7. ما لا نهاية زائد لا شيء لا شيء ما لا نهاية. 1000 زائد 100 1100، 500 زائد 80 580، وهكذا. إذا كيف نجد العمود رقم 7؟ حسب القانون رقم 5 نضيف العمود 5 زائد العمود 6. ATC يساوي الAFC زائد الABC، أو هناك طريقة أخرى عن طريق قسمة التي سي على الكيو.
يعني نقسم العمود 4 على العمود 1. إذا العمود رقم 7 هناك طريقتين لإيجاده. الطريقة الأولى نجمع العمود 5 زائد العمود 6 فنجد العمود رقم 7. الطريقة الثانية نقسم العمود رقم 4 على العمود رقم 1 وكلاهما يعطي نفس الإجابة. ننتقل إلى العمود رقم 8، كيف نجد الام سي؟ عن طريق القانون رقم 6 الموجود في أسفل الشريحة. ام سي تساوي دلتا في سي على دلتا كيو، وتساوي في سي 2 ناقص في سي 1 على كيو 2 ناقص كيو 1. لاحظ أنه دائما الكيو 2 ناقص كيو 1 واحد، لأنه الفرق واحد، معناه دائما المقام بيكون كيو 2 ناقص كيو 1 في المثال بيكون الفرق دائما واحد، معناه ما له تأثير المقام. نكتفي أن نأخذ البسط في سي 2 ناقص في سي 1. إذا كيف نجد العمود رقم 8؟ نذهب إلى عمود رقم 3، نذهب إلى العمود رقم 3 ونطرح الرقم الثاني من الرقم الأول. 100 ناقص 0 100، 160 ناقص 100 60، 210 ناقص 210 ناقص 160 50. إذا كيف نجد العمود رقم 8؟ نذهب إلى العمود رقم 3 ونطرح الرقم الثاني من الأول فنجد العمود رقم 8. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 12. إذا كانت التكاليف الثابتة 8، يعني الـ FC 8، والتكاليف الكلية 20، TC 20، احسب التكاليف المتغيرة. ما هو المطلوب؟ المطلوب حساب التكاليف المتغيرة، معناه نطبق قانون التالي: تي سي تساوي اف سي زائد في سي. التي سي معروفة، التي سي 20 والاف سي 8، معناه الفي سي مش معروفة. كيف نجد الفي سي؟ 20 ناقص 8 يساوي 12. تكليف رقم 13، إذا كانت التكاليف الثابتة 8 والتكاليف المتغيرة 27، احسب التكاليف الكلية. نطبق القانون، قانون التكاليف الكلية: تي سي تساوي اف سي زائد في سي. التي سي بدنا نوجدها، الاف سي 8 معطى 8 والفي سي 27، 8 زائد 27 بيطلع الجواب 35. تكليف رقم، يعني تعويض مباشر في القوانين، عملية تعويض مباشر في القوانين. تكليف رقم 14، إذا كانت كمية الإنتاج عدد الوحدات المنتجة 2 طن، يعني الكمية كيو 2 والتكاليف الكلية 30، احسب التكاليف المتوسطة الكلية. نطبق قانون التكاليف المتوسطة الكلية اللي هو ATC، عبارة عن TC على كيو. TC معطاة 30 والكيو 2، 30 على 2 15. تكليف رقم 15، إذا زادت كمية الإنتاج من 2 إلى 3 طن وزادت التكاليف المتغيرة من 550 إلى 850 ريال، احسب التكاليف الحدية. إذا نطبق قانون التكاليف الحدية: MC تساوي دلتا VC على دلتا Q، وتساوي VC2 ناقص VC1 على Q2 ناقص Q1. VC2 850 ناقص VC1 550 تقسيم Q2 3 ناقص Q1 2، بطلع الجواب 300. تعويض مباشر في القانون. تكليف رقم 16، إذا كانت كمية الإنتاج عدد الوحدات المنتجة 2 طن والتكاليف المتغيرة 40 ريال، احسب التكاليف المتوسطة المتغيرة. إذا نطبق قانون المطلوب حسابه، التكاليف المتوسطة المتغيرة. ما هو قانون التكاليف المتوسطة المتغيرة؟ ABC تساوي BC على Q. الBC 40 والQ 2، 40 على 2 بطلع الجواب 20. تعويض مباشر في القانون. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 17، إذا كانت كمية المباعة 5 طن والإيراد الكلي 1500 ريال، احسب الإيراد المتوسط. ما هو المطلوب حسابه؟ مطلوب حساب الإيراد المتوسط. ما هو قانون الإيراد المتوسط؟ AR تساوي TR على Q.
التي ار معطاه 1500 والكيو 5، اذا 1500 على 5 بيطلع الجواب 300. تكليف رقم 18، اذا زادت الكميه المباعه من 9 الى 10 طن وزاد الايراد الكلي من 2000 الى 3000 ريال، احسب الايراد الحدي. اذا مطلوب حساب الايراد الحدي نطبق قانون الايراد الحدي. دائما نطبق القانون المطلوب حسابه. ما هو مطلوب حسابه هون؟ المطلوب حساب الايراد الحدي. اذا نطبق قانون الايراد الحدي. ما هو قانون الايراد الحدي؟ MR تساوي TR2 ناقص TR1 تقسيم Q2 ناقص Q1. TR2 3000 TR1 2000، اذا 3000 ناقص 2000 تقسيم الكمية الثانية 10 ناقص الكمية الاولى 9، اذا 3000 اللي هي الايراد الثاني الايراد الكلي الثاني ناقص 2000 الايراد الكلي الاول تقسيم الكمية الثانية 10 ناقص الكمية الاولى 9 بطلع الجواب 1000. تعويض مباشر في القانون. ننتقل الان الى تكليف رقم 19. تكليف رقم 19، المطلوب تعبئة الفراغات في الجدول، والفراغات في الجدول هي الأرقام الموجودة تحتها خط ولونها أحمر. إذا ما هي الفراغات في الجدول؟ الفراغات في الجدول هي العمود رقم 3 والعمود رقم 5 والعمود رقم 6 والعمود رقم 7 والعمود رقم 8. كيف نعبئ الفراغات في الجدول؟ عن طريق القوانين الموجودة على يسار الشريحة. إذا نعبئ أو نكمل الفراغات في الجدول عن طريق القوانين اللي موجودة على يسار الشريحة. نبدأ في العمود رقم 3. كيف نجد العمود رقم 3؟ عن طريق القانون الأول TR يساوي B في Q. يعني العمود الثالث نجد عن طريق ضرب العمود الأول في العمود الثاني الكمية في السعر. إذا بنضرب العمود الأول في العمود الثاني بطلع عندنا العمود الثالث. 0 في 131 0، 1 في 131 131، 2 في 131 262. إذا كيف نجد العمود رقم 3؟ عن طريق القانون الأول TR تساوي B في Q، يعني السعر في الكمية. نضرب العمود الأول في العمود الثاني فنحصل على العمود رقم 3. ننتقل إلى العمود رقم 5. كيف نجد الإيراد المتوسط AR؟ عن طريق القانون رقم 2 AR عبارة عن TR على Q. TR هي العمود رقم 3 على العمود رقم 1 حسب القانون رقم 2. تعويض مباشر. إذن AR هو عبارة عن TR تقسيم لQ. TR هي العمود رقم 3 والكيو العمود رقم 1. إذا نقسم العمود رقم 3 على العمود رقم 1 بطلع عندنا العمود رقم 5 كما يلي: 131 تقسيم 1 131، 262 تقسيم 2 131، 393 تقسيم 3 131. إذا متذكرين أخذنا في اللقاء السابق انه دائما اخذنا في اللقاء السابق في لقاء يوم امس انه دائما السعر هذا هو دائما السعر هو نفس الام سي هو نفس الام ار. هذه قاعدة، هذه قاعدة، دائما السعر هو نفس الام سي هو نفس الام ار هو نفس الاي ار. إذا هذه قاعدة أخذناها في اللقاء السابق. هذه الـ AR هو نفس الـ MR هو نفس الـ B. يعني إذا كان الـ B 131 معناه الـ MR 131 معناه الـ AR 131. هذه قاعدة في سوق المنافسة الكامل. السعر دائما اللي هو B يساوي الإيراد الحدي ويساوي الإيراد المتوسط. إذا عمود السعر في الجدول
عمود السعر 131، معناه عمود الام ار 131، معناه عمود الاي ار 131. نرجع للجدول. إذا لاحظوا إنه السعر، عمود السعر كم؟ 131، عمود الـ AR 131، عمود الـ MR 131. هذه قاعدة دائما في سوق المنافسة الكاملة، السعر، عمود السعر هو نفسه عمود الإيراد المتوسط، هو نفسه عمود الإيراد الحد. لاحظوا إنه العمود رقم 2 السعر 131، العمود رقم 5 الإيراد المتوسط 131، والإيراد الحدي 131، وهذه قاعدة في سوق المنافسة الكامل. ننتقل الآن إلى الإمسي، العمود رقم 7. كيف نجد العمود رقم 7؟ عن طريق القانون رقم 4، دلتا تي سي على دلتا كيو، وتساوي تي سي 2 ناقص تي سي 1 على كيو 2 ناقص كيو 1. قلنا انه الـ Q2 ناقص Q1 دائما الفرق واحد، Q2 ناقص Q1 دائما الفرق واحد، معناه المقام ما له تأثير. نكتفي بالبسط، TC2 ناقص TC1. نروح إلى عمود الـ TC اللي هو العمود رقم 4، نطرح الرقم الثاني من الأول، 190 ناقص 190، 270 ناقص 190 80، 340 ناقص 270 70، وهكذا. إذن كيف نجد العمود رقم 7؟ نذهب إلى العمود رقم 4 ونطرح الرقم الثاني من الرقم الأول. ننتقل إلى العمود رقم 8 اللي هو الأرباح. كيف نجد عمود الأرباح؟ عن طريق القانون رقم 5 الموجود على يسار الشريحة. الأرباح الاقتصادية شو تساوي؟ التي آر ناقص التي سي. التي آر هو عمود رقم 3، التي آر هو العمود رقم 3، والتي سي هو العمود رقم 4. إذن كيف نجد الأرباح؟ تي آر ناقص تي سي، تي آر العمود 3 ناقص العمود 4 تي سي. كيف نجد الأرباح العمود رقم 8؟ عن طريق طرح العمود رقم 3 من العمود رقم 4. 0 ناقص 100 سالب 100، 131 ناقص 190 سالب 59، 262 ناقص 270 سالب 8، 393 ناقص 340 353، 524 ناقص 400 124. إذا كيف نجد عمود الأرباح العمود رقم 8؟ نطرح العمود الثالث اللي هو TR من العمود الرابع اللي هو TC، فنجد العمود رقم 8 حسب القانون رقم 5. طيب الآن إذا بننظر إلى العمود الأخير رقم 8 الأرباح، الأرقام السالبة تعني خسارة، لما تكون الأرقام بالسالب تكون خسارة، لما تكون الأرقام بالموجب يعني ربح غير عادي، لما تكون الأرقام بالسالب معناها خسارة، ولما تكون الأرقام موجبة معناها أرباح غير عادي. طب لو كان في العمود، في جدول في العمود الأخير في رقم صفر، رقم صفر يعني تعادل، لا يوجد أرباح ولا يوجد خسارة، بسموه بالاقتصاد ربح عادي. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 20. إذا كان أجر العامل الواحد اللي هو يرمز له بالرمز W 200 ريال، إذا كان أجره، إذا استأجرنا عامل كم ندفع له أجر؟ 200 ريال. إذا كان أجر العامل الواحد 200 ريال والإنتاج الحدي للعمل MBL 40 ريال، احسب التكاليف الحدية. كيف نحسب التكاليف الحدية؟ عن طريق القانون التالي أخذناه في اللقاءات السابقة، MC يساوي W على MBL. W هيها معطاه 200، W معطاه 200، والMBL 40، 200 على 40 بيطلع الجواب 5. نتعود تعويض مباشر في القانون، W على MBL، W 200 معطى بالسؤال 200، والMBL معطى بالسؤال 40، 200 تقسيم 40 بيطلع الجواب 5.
تكليف رقم 21 والأخير. إذا كان أجر العامل الواحد W 300 ريال والإنتاج المتوسط للعمل ABL 25 وحدة، احسب التكاليف المتوسطة المتغيرة ABC. نطبق القانون اللي أخذناه في اللقاءات السابقة، ABC يساوي W على ABL. W معطى 300، W معطى 300، والاي بي ال 25. 300 تقسيم 25 بيطلع الجواب 12. اذا عمليه تعويض مباشر في القانون. بهذا نكون قد حلينا جميع التكليفات الذاتيه، ونتيح المجال الان للاسئله ان كان هناك اسئله. هذا هو اللقاء الاخير، هذا هو اللقاء الاخير. طيب، كيف وجدنا في الجدول دكتور عيد التكليف 11؟ نعود التكليف 11، كيف وجدنا الرقم الجدول العمود رقم 4؟ تكليف 11، هذا هو تكليف 11. العمود رقم 4 نجمع العمود الثاني زاد العمود الثالث، نجمع العمود الثاني زاد العمود الثالث. 1000 زائد 0 1000، 1000 زائد 100 1100. طيب إذا كان معطينا 1160 معناه بنقول 1160 ناقص 1000 بطلع 160. واضح الآن؟ يعني العمود الثاني زاد العمود الثالث بعطينا العمود الرابع. كيف طلعنا آخر شيء؟ 1000 زائد 1090 2090. نجمع العمود الثاني زائد العمود الثالث بعطينا العمود الرابع. واضح الآن؟ طيب الرسم طبعا يعني احنا قلنا الاختبار أسئلة اختيارية، يعني ما الطالب لا يرسم في الاختبار لأنه الأسئلة اختيارية، راح يكون 40 سؤال. الاختبار 40 سؤال اختياري، ألف باء جيم دال، وبالتالي الرسم لا يطلب من الطالب يرسم، ولكن تأتي أسئلة على الرسم. إذا لازم أنت تعرف تحل، إذا عرفت تحل السؤال خلاص، يعني إذا فهمت حل كيف حلينا السؤال تستطيع أنك تجيب على السؤال في الاختبار. طيب الآن قلنا 40 سؤال في الاختبار، راح يكون عندنا 40 سؤال اختياري في الاختبار. لا، القوانين مطلوب حفظها، القوانين لا تأتي في الاختبار، القوانين مطلوب الطالب يحفظها، لا تأتي بالاختبار القوانين. بالنسبة للرسم، طب تكليف 12، في طالب يسأل عن تكليف 12. إذا كانت التكاليف الثابتة 8 والتكاليف الكلية 20، يعني التي سي 20 وهذه 8، معنى كم لازم يكون الفي سي حتى يطلع الجواب 20؟ لازم تكون هاي 12. لماذا لازم تكون 12؟ لأنه 8 زاد 12 20. واضح الآن؟ 8 زاد 12 20 معنى شو لازم تكون الفي سي؟ 12، لأنه 8 زاد 12 لازم يطلع 20. وضحت الآن؟ الجواب لازم يطلع 20، الجواب لازم يطلع 20. معطيك 8، شو اللي بكمل لل 20؟ 12، معناها 12 زائد 8 20. طيب في الطلاب سألوا عن الرسم، خلينا نشوف كيف بعض الرسم، العلاقة بين الإنتاج الحدي والإنتاج المتوسط. في بعض الطلاب سألوا أمس عن الرسم، قلنا العلاقات مهمة، يجب أن الطالب يفهم العلاقات. خلينا نشوف مثلا هنا، هنا نأتي إلى الرسم. هذا الرسم بنقول إذا كان الإنتاج الحدي صفر فإن الإنتاج المتوسط الكلي شو بيكون؟ عند أعلى مستوى لا. إذا كان الإنتاج الحدي، هاي موجودات هنا كله، موجودات هذا الكلام كله، هاي علاقات مطلوب الطالب يحفظها أو يفهمها. خلينا نجي هون مثلا،
نبدأ هنا مثلا العلاقة بين الإنتاج الحدي والإنتاج المتوسط. عندما يتزايد الإنتاج المتوسط هذا الإنتاج المتوسط، هذا الإنتاج عندما يتزايد شو بيكون الإنتاج الحدي؟ أعلى منه، أكبر منه، صح؟ عند هاي النقطة عندما يتزايد الإنتاج المتوسط لابد أن يكون الإنتاج الحدي ألف أقل منه، با يساوي جيم أكبر منه، شو الصح؟ هذه العلاقات يجب حفظها من الطلاب. كيف بيجي السؤال مثلا؟ نأتي لنقطة با مثلا على سبيل المثال، عندما يبلغ عندما يبدأ الإنتاج الحدي بالتناقص فإن الإنتاج الحدي يبدأ قبل الإنتاج المتوسط ألف بالتناقص، باء بالتزايد، جيم لا شيء. مين الصح؟ دائما الإنتاج الحدي يبدأ بالتناقص. لاحظوا الإنتاج الحدي وين بدأ يتناقص؟ عند اثنين. بينما الإنتاج المتوسط وين بدأ يتناقص؟ عند ثلاث. معناه مين بدأ بالتناقص قبل؟ الإنتاج الحدي بدأ بالتناقص قبل الإنتاج المتوسط. طيب نأتي مثلا النقطة جيم هنا، عندما يبلغ الإنتاج المتوسط أقصى له فلا بد أن يتساوى مع الإنتاج الحدي. يعني عندما يكون الإنتاج المتوسط أعلى شيء لازم يكون إيش؟ يساوي الإنتاج الحدي. هذه العلاقات يجب أن الطالب يحفظها. طيب خلينا نأخذ مثلا هنا دال، إذا كان الإنتاج الحدي يساوي صفر فإن الإنتاج الكلي يكون ألف عند أدنى مستوى له، باء عند أعلى مستوى له. مين الصح؟ عند هذين. طيب خلينا نأخذ مثال، إذا كان نأخذ النقطة ها، إذا كان الإنتاج الحدي بالسالب فإن الإنتاج الكلي ألف يتزايد، باء يتناقص، جيم يبقى ثابت. مين الصح؟ مين الصح؟ بهذه الطريقة، الرسم بهذه الطريقة. واضح الآن؟ واضح؟ هل هناك أسئلة؟ ما احنا جاوبنا على هذا الرسم، جاوبنا على سؤال الرسم، احنا قلنا هذا الرسم صح؟ لا يطلب من الطالب يرسم، تأتي نقاط زي هيك زي ألف وباء وجيم ودال. طيب عندما يكون مثلا هنا دال، عندما يكون الإنتاج المتوسط متناقصا، عندما يكون الإنتاج المتوسط متناقصا فلا بد أن يكون الإنتاج الحدي ألف أقل منه، باء أكبر منه، جيم يساوي. مين الصح؟ مين الصح؟ هيا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. الجداول ما دام الطالب عرف كيف طريقة حلها خلاص بعرف يجاوبها في الاختبار، ما دام عرف كيف طريقة تعبئة الفراغات في الجدول التكليف السادس. ننتقل الآن إلى التكليف السادس. حل التكليفات نزلتها في المنتدى، الحلول حلول التكليفات الذاتية موجودة في المنتدى، نزلتها في منتدى المقرر. تكليف 6 هذا تكليف 6 دائما عند الكمية واحد، هذه الكمية واحد صح؟ دائما بيكون TUX هو نفس MUX، يعني هذه 21 معناها هذه بتكون 21. طب بعدين شو بنعمل؟ نأخذ هذا العمود نطرح الثاني من الأول، 39 ناقص 21 18، 54 ناقص 39 15. الأجر العامل هو اللي بتعطيه لما تجيب تستأجر عامل عندك، مش بتعطيه أجر؟ إذا جبت سباك أو كهربائي مش بتعطيه أجر؟
هذا الأجر، يعني تعطيه 100 ريال أو 200 ريال يعني الراتب أو الأجر مقابل العمل. العمود الرابع، نعم العمود الرابع الـ MUX اللي هي العمود ثلاث، صح؟ بقسمه على السعر، السعر معطى 1 ريال، السعر معطى 1 ريال، هيو في أعلى الجدول سعر السلعة X كم؟ 1 ريال، معناها بقسم العمود ثلاث على 1 ريال بيطلع نفسه، أي شيء بقسمه على نفسه بيطلع نفسه. تعدد استعمالات السلعة بيكون الطلب غير مرن، زي الموية، الموية لها استعمالات كثيرة وبالتالي الطلب عليها غير مرن لأنها سلعة ضرورية. كلما تعددت استعمالات السلعة بيكون الطلب عليها غير مرن. القوانين مطلوب حفظها، القوانين مطلوب الطالب يحفظها، لا تأتي في الاختبار. مسموح استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار، مسموح استخدام الآلة الحاسبة. احنا لخصناها في التكليفات، القوانين لخصناها كلها في التكليفات الذاتية. طيب توازن المنشأة في حالة ربح تكليف 14، خلينا نرجع تكليف 14. تكليف 14 كمية الإنتاج 2 طن، يعني الكيو 2 والتكاليف الكلية 30. بطبق القانون، اي تي سي عبارة عن تي سي على كيو، التي سي معطى بالسؤال 30، التي سي معطى بالسؤال 30 والكيو 2، بقسم 30 على 2 بطلع 15، يعني تعويض مباشر في القانون صفحة 90 الرسم. ننتقل إلى صفحة 90. انتبه، هذه الرسم سهلة جدا. هنا الـ 244 هي إيراد الوحدة الواحدة، 244 هي إيراد الوحدة الواحدة، والـ 196 هي تكلفة الوحدة الواحدة. لما أطرح الرقمين من بعض، 244 ناقص 196 بطلع ربح الوحدة الواحدة، بطلع عندي ربح الوحدة الواحدة مكتوب، هي كله مكتوب بالأعلى، طريقة الحل مكتوبة بالأعلى. هنا بطرح 244 ناقص 196 بطلع الجواب 48، 48 ضرب الكمية 7 بطلع الربح، إجمالي الربح 336. إذن هذا المستطيل المظلل هو الربح، المستطيل المظلل هو الربح. بطرح 244 ناقص 196 بطلع الجواب كم؟ 48. بضرب 48 في الكمية اللي هي 7 بطلع إجمالي الأرباح. مكتوب طريقة الحل هنا، هي مكتوبة كخطوات، طريقة الحل مكتوبة كخطوات. التوازن، متى يحدث التوازن؟ هنا عند النقطة A، لما الـ MR تساوي الـ AR تساوي الـ B، هنا التوازن، نقطة A هي التوازن. الاختبار متنوع، في مسائل حسابية وفي نظري، الاختبار في تنوع، في مسائل حسابية وفي نظري. هل بقي أسئلة علمية؟ نريد أسئلة علمية، لا نريد أسئلة غير علمية. اللي بيسأل كيف السؤال بالجدول، هل فهمت كيف طريقة تعبئة الفراغات في الجدول؟ إذا فهمت طريقة تعبئة الفراغات في الجدول خلاص راح تعرف تحل أي سؤال. مسموح استخدام الآلة الحاسبة، نعم. الرموز مطلوب حفظها، نعم. كيف بدك تكتب القانون إذا ما عرفت الرموز؟ نعم الرسمة بتكون موجودة في السؤال، الرسمة بتكون موجودة في السؤال. لا ترسم، وانت تبقى تختار الإجابة الصحيحة، الأسئلة كلها اختيارية،
إن شاء الله الأسئلة سهلة لتكون للطلاب الدارسين. رح تشوفوا الأسئلة سهلة إذا كان الطالب دارس. إذا كان الطلاب والطالبات دارسين رح يشوفوا إنه الأسئلة سهلة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.